لما جه زلزال المغرب في البداية الواحد صراحة فوق، يعني القصة ذات نفسها ورؤية المنازل والناس ازاي كانت لسه حالا موجودة، وبعدين المنازل بعديها، وقلنا ازاي يا جماعة المشاركات ولجنات الإغاثة الإنسانية وهكذا. الله سبحانه وتعالى يا رب يحملهم ويتقبل شهدائهم، ويعني شهيد الردم، يعني ميت الردم شهيد، ده اعتقدنا. وبعدين يومين ثلاثة فجعنا في إعصار ديرنا وإعصار ليبيا، أهلنا في ليبيا. يعني أنا صراحة يعني المناظر ذات نفسها، يعني ديرنا جالها عشان هي منخفض، فجالها من الشرق وجالها من الغرب، فالمدينة كلها غرقت، مدينة اتمحت من على الخريطة، مدينة ديرنا. لسه كنت شايفة فيديو لأهلنا، لأهل ليبيا في ديرنا. طبعا احنا عارفين ان أهل ليبيا أهل، يعني أهل القرآن، ويعني لما نيجي نشوف المسابقات اللي كانت يعني على مدار 10-20 سنة اللي فاتوا، كان يعني مسابقة ليبيا حتى الدولية كانت حفظت القرآن في ليبيا ذات نفسهم كانوا مختلفين. فلسه شايفة فيديو لأهل ديرنا، قرية في ديرنا، الأطفال كلها أطفال القرية كلهم طالعين حملة لكتاب الله. فاللهم يا رب تقبلهم يا رب في الشهداء. ديرنا كلها مدينة، ما حتشوف الفيديوهات، الجثث ذات نفسها، الجثث عايمة على المية، وفي اللي مفقود. يعني لسه قرأة إحصائية كارثة يا جماعة، إحصائية كارثة حقيقية. الكارثة العدد الضحايا تقريبا، إن شاء الله نحتسب، إحنا منهج أهل السنة والجماعة يعتقد إن شاء الله يا رب الغريق شهيد، يا رب تقبلهم في الشهداء، اللهم أمين. 2300 ضحية، 5000 مفقود، 7000 جريح. فاللهم احملهم، واللهم اشفيهم، واللهم نجيهم، واللهم يا رب اقويهم، واللهم يا رب ارحمهم يا رب، واشفي مصابهم يا رب، ورد فقيدهم يا رب، وتقبل شهداءهم موتاهم يا رب، اللهم امين. فالواحد صراحة في فجع رهيبة جدا، ونسمع البنات ونسمع الأمهات، وكانت تقول لك إحنا يعني أهلنا ما نعرفش عنهم حاجة، ما نعرفش صحيين ولا لأ ولا مفقودين. طبعا كله في إعداد المفقودين. الله سبحانه وتعالى يا رب يحملهم، وإن ربنا يا رب ينجيهم، وإن ربنا يا رب يعني يتقبلهم في الشهداء. أنا لسه كنت في مداخلة مع تلفزيون قناة التناصح، واتكلمت في 5 محاور. انا حابه اقول للناس كلها صراحه على دورنا في الفتره دي. اهلنا في المغرب محتاجين ايواء واغاثه، يعني المعدات لنشل الجثث ده رقم واحد، ودفنهم دفن يليق بيهم، والاغاثه يا جماعه. احنا داخلين على شتاء ودرجه الحراره بتنخفض، محتاجين كل اللي يطلع، ولا نستخسر ولا نستصغر جهد قد كده. البطاطين، المعدات النسائية، وإحنا طبعا يعني جربنا زلزال تركيا وشفنا قد إيه كان، حتى النساء يتصلوا ابعتولنا الحفاضات النسائية، المناديل والحفاضات النسائية، الحفاضات اللي خاصة بالأطفال، الببرونة وهكذا. النقطة الثانية، نقطة الدعم على مستوى الأزمة. يعني احنا بنقول في ليبيا وفي ديرنا مفيش ممر. يعني شفت فيديو لقاطرة مقطورة، يعني احنا بنسميها في مصر مقطورة، معرفش بتسموها ايه، اللي هي الشاحنة الكبيرة، قلبت، مفيش مجرى، مفيش ممر عشان تعدي للإغاثة للناس. فاحنا محتاجين تكاتف دولي، لان ده فوق مستوى الدولة، فوق طاقة الدولة صراحة. يعني اعملوا ممر مائي، يعني تبقى الإغاثة إغاثة دولية لكل الدول، يا مسلمين في كل مكان حركوا الأمر ده، ممر مائي لنشل الجثث اللي غرقانة تحت او اللي عايمة على المية، وان احنا نساعد المنكوبين والمفقودين انهم يرجعوا. ده رقم واحد. الرقم الثاني، المحور الثاني، محور الإغاثة، المساعدة. طب هم دلوقتي لكن على مدار اليومين الثلاثة اللي جايين هيحتاجوا مساعدة إغاثية،
وزي ما بنقول البطاطين، الملابس، الامور الخاصه بالنساء بالاطفال وهكذا. اقرب دوله للشرق الليبي تستضيفهم هيبقوا محتاجين. انا شفت الارقام، يعني مركز الشيخ الغرياني منزل ارقام في ليبيا للاغاثه، والهلال الاحمر سواء في المغرب او الهلال الاحمر سواء في ليبيا برضو منزلين ارقام للاغاثه، ومركز الشيخ الغرياني نفس الكلام. روحوا شوفوا الناس، يعني في كرب ونكبة حقيقية، بكاء النساء والأطفال والأهالي على أهاليهم وذويهم اللي ما يعرفوش أصلا هم أحياء ولا مفقودين، كارثة. وأصعب موتة يا مسلمين موتة المية، يعني غريق الماء دي أصعب موتة، عشان كده الله سبحانه وتعالى يقبض روح غريق البحر، غريق الماء. الله سبحانه وتعالى مش ملك الموت، الله سبحانه وتعالى من شدة الألم في الرئتين. فإحنا مطلوب إغاثة دولية ومساعدة دولية، لأن ده فوق مستوى الدولة، عمل ممر مائي أو جوي لنشل الغوصص. رقم اتنين الإغاثة الإنسانية، المساعدات والفرق التطوعية اللي موجودة، بحيث ان احنا نساعد الناس ان احنا يطلعوا من الكارثة دي. لقوا مراكز للإيواء، ما هم محتاجين، يعني مركز الإيواء ده فاضي، حتى لو خيمه فاضي، أو البيوت اللي معمولة عشان استقبال بقيه الاسر اللي نصها ولا اللي كل افرادها نجا فرد ولا ما نجاش، كل الكلام ده بحيث ان احنا نساعدهم. والمسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، وكالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كل الناس وكل المسلمين تتكاتف عشان خاطر الامر ده، تكاتفوا وتساعدوا بعض، وده الدعم. كلنا اهل، كلنا مسلمين، نساعد بعض.